المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور عادل، هل لك أن تطلعنا أولا على أبرز النقاط التي وردت في هذا القانون؟ تحياتي لحضراتكم، وباختصار شديد القانون هو ترجمة قانون الإعلام الجديد الثامن لكل وسائل الإعلام، ترجمة لمواد الدستور المصري في جزئين أساسيين. الجزء الأول يرتبط بالمواد 70، 71، 72، وهذا الجزء يترجم في هذا التشريع إلى عدة أبواب تتصل بحرية الإعلام المصري وضماناته واستقلال وسائل الإعلام وحظر الرقابة عليها، يستثنى من ذلك أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها، وضمانات عدم توقيع عقوبات سلبة للحرية بالنسبة للإعلاميين. أما الجزء الثاني الرئيسي يتصل بتنظيم وسائل الإعلام في مصر والإشراف عليها من خلال المواد 211 و212 و213، وهذه المواد تتعلق تفصيلا بدور وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذي يشرف على كامل المنظومة الإعلامية في مصر، والهيئة الوطنية للصحافة التي ستشرف على تنظيم الصحافة القومية، والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي اللي هي تتولى الإشراف على إعلام الدولة بالنسبة للإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي. بهذا التشريع الجديد المزمع مراجعته من مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب، نحن نتطلع إلى سرعة ذلك، لأنه الحقيقة هيسد ثغرة كبيرة جدا في تنظيم وسائل الإعلام في مصر، وسوف يرشد الأداء وسوف يضبط الأداء، والمواد المختلفة التي تعبر عن حرية الإعلام واستقلال وضمان هذا الاستقلال وحرية الإعلاميين، وأيضا يتضمن تعديل التشريعات القديمة بما تتواكب مع الدستور المصري ومع التشريع الجديد حتى لا يكون هناك تناقض بين تشريعات قديمة في قانون العقوبات والتشريع الجديد والدستور المصري، هي خطوة إيجابية للأمام ستسهم كثيرا في ترشيد أداء الإعلام. طيب، إنشاء الهيئة، يعني كان في حديث كثير أو بعض الأحاديث الخاصة بكيفية إنشاء هكذا هيئة وآلية العمل بداخلها، هل ونقابة الإعلاميين أيضا كان من الموضوعات التي تحدثنا عنها كثيرا، هل كل هذا أيضا ضمن مواد القانون الجديد؟ مشروع قانون نقابة الإعلاميين العاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون هذا قانون مستقل إن شاء الله، وأيضا في طريقه، لأنه هذا القانون ظل الكثير من الإعلاميين العاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون يطالبون به، لأنه هذه النقابة الحقيقة مصر في أشد الحاجة إليها، إذا كان الإعلاميين العاملين في مجال الصحافة لديهم نقابة تحدد الحقوق والواجبات وأساليب المحاسبة وتدافع عن الإعلاميين ومن حق الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون، وهذا المشروع سيجد طريقه أيضا، ولكنه قانون مستقل مختلف عن القانون الشامل للإعلام. فيما يتصل حضرتك في جزئية تشكيل الهيئات المختلفة، إذا تحدثنا عن المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة، حدد التشريع الإعلامي الموحد أساليب تشكيل هذه الهيئات. الحقيقة أنا شايف فيها تنوع كبير جدا، سواء على مستوى الكوادر والخبراء الذين ستضمهم هذه الهيئات بما يكفل الاستفادة من خبرات هؤلاء الخبراء، سواء عاملين من قبل في مجال الإذاعة والتلفزيون أو حاليين. وأيضا سنلاحظ أن تشكيل هذه الهيئات مناط بعدة جهات داخل مؤسسات الدولة، نعم، وليس بجهة واحدة، وبالتالي نضمن التعددية ونضمن التعدد ونضمن أيضا الاستفادة من خبراء متنوعة في المجال، لأن حضرتك تعلم أن المجال الإعلام يحتاج إلى وضع سياسات، هذه السياسات تأخذ في اعتبارها تعدد الخبرات وتعدد عمل المؤسسات المتنوعة في الدولة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس. يبحث الاجتماع عددا أو بحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضا، وعددا آخر من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى التي
تنفذ والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات والإجراءات الخاصة بسرعة إنهاء المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة لها واتفاقات التعاون المشترك التي أبرمت مع العديد من دول العالم. أكدت وزارة الخارجية أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات بحق 6 متهمين في مقتل الفرنسي إريك لانجا هو تأكيد جديد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري. جاء هذا تعقيبا من الخارجية على ما تم تداوله في أوساط غربية في الفترة الماضية بشأن عدم صدور أي حكم في قضية مقتل الفرنسي المشار إليه داخل حجز قسم قصر النيل في أعقاب ثورة 30 من يونيو 2013. وأكدت الخارجية في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية وفي مقدمتها فرنسا على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله لهذه القضية بكافة أبعادها، مشددة على أن القضاء المصري هو عنوان العدالة الذي لا يحيد عن الحق والعدل في أي من قراراته وتناولاته لكافة القضايا المطروحة أمامه. غادر مطار القاهرة الدولي اليوم وفد دبلوماسية شعبية متوجها إلى روما في زيارة لإيطاليا تستغرق 5 أيام للقاء عدد من المسؤولين والدوائر الشعبية لبحث توطيد العلاقات بين البلدين. يضم الوفد شخصيات برلمانية وسياسية وإعلامية، ومن المقرر أن يناقش وفد الدبلوماسية الشعبية في إيطاليا دور مصر في مكافحة ظاهرة الإرهاب وضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي دعم لمصر في مواجهة هذه الظاهرة. وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى نيجيريا في زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس النيجيري محمد بوخاري لبحث سبل مواجهة الفكر المتطرف. من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا العديد من اللقاءات والفعاليات الهامة، في مقدمتها لقاء بنائب رئيس الجمهورية إضافة إلى لقاء بأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكبار العلماء في نيجيريا، كما يلتقي بعدد من سفراء الدول الإسلامية هناك. كما يوجه الإمام الأكبر خطابا إلى شعوب القارة الإفريقية والمسلمين في جميع أنحاء العالم من المركز الدولي للمؤتمرات في أبوجا في حضور كبار العلماء وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية وعلى سواحل مدينة الإسكندرية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر واليونان، بالإضافة إلى لواء الوحدات الخاصة البحرية. اشتمل التدريب على أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية واليونانية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية وأعمال القرصنة البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ومكافحة إحدى السفن المشبوهة واقتحام بؤر إرهابية وتطهيرها والسيطرة على أعمال الإعاقة والشوشرة الإلكترونية المعادية. أعلنت القوى الكبرى في ختام اجتماعاتها في فيينا أعلنت تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها تسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش. ووقعت كل من روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا على هذا التعهد الذي قطعته في ختام اجتماع فيينا الذي شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري. اجتماع دولي استضافته العاصمة النمساوية فيينا لتبني استراتيجية لاحتواء الفوضى السائدة في ليبيا التي تشهد انقساما سياسيا حادا وتهديدا يشكله التقدم الأخير لتنظيم داعش الإرهابي هناك. الاجتماع ضم أكثر من 20 وفدا من بينهم وزراء خارجية دول أوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبية، وعقد برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني.
القوى الكبرى أعلنت عقب الاجتماع استعدادها لتسليح حكومة الوفاق الوطني الليبية بزعامة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي، والتي تواجه تهديدات إضافية من قبل تنظيم داعش. الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان لتقديم الدعم في النواحي الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تحتاجها الحكومة الليبية، وحتى الآن طلبت الحكومة المساعدة في عدد من المجالات، ولكن لم نتحدث عن أي تدخل عسكري في ليبيا. وتريد الأطراف التي حضرت في فيينا تأكيد الدعم لحكومة الوفاق الوطنية التي تحاول فرض سلطتها في البلاد، ودعت القوى السياسية الليبية والأطراف الأمنية في البلاد إلى تشكيل تحالف معه وإنشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش. اجتماع اليوم بهذا العدد الكبير من وزراء الخارجية يعد رسالة واضحة بوجود دعم كبير للمجلس الرئاسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني، دعم كبير لأننا جميعا نعلم أن استقرار ليبيا هو مفتاح لحل المخاطر التي نواجهها، ولإرساء الاستقرار في ليبيا نحن بحاجة لحكومة تحظى بتأييد قطاع كبير من المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية. ويمكن للأمم المتحدة إدراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن الدولي على بيع الأسلحة إلى ليبيا في خلال الثورة على النظام معمر القذافي في فبراير عام 2001، خاصة بعدما نجحت حكومة فايز السراج في ترسيخ سلطتها في العاصمة طرابلس، إلا أنها لم تنل حتى الآن تأييد السلطة الموازية في طبرق شرق ليبيا. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من طرابلس السيد إبراهيم الزغيد عضو المجلس البرلماني الليبي. سيد إبراهيم تحياتي أولا. أولا تحياتي لك، وصلح المعلومة أنا لست من طرابلس، أتحدث من قبر السلام حيث مجلس النواب ليس من طرابلس. أشكرك جدا سيد إبراهيم. في تقديرك أنت أبرز النتائج التي جاءت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مؤتمر فيينا اليوم؟ قبل ما نجاوبك على السؤال، تابعت التقرير كما الآن، ويسعدني جدا أن أرى في التقرير أن حكومة السراج بسطت سيطرتها في طرابلس، لم تبسط سيطرتها في طرابلس وفي ليبيا، وليست لديها شرعية على الإطلاق. هذا التقرير نود أن نصلحه، كم غير صحيح، ويجب أن تنشر أشياء صحيحة. حكومة السراج في طرابلس لم تبسط سيطرتها، والاختيارات يومية في طرابلس، وبالتالي هذا كلام لا أساس من الصحة. هذا من جانب. من جانب ثاني، أن الذي حصل في الفيينا اليوم هو عبارة عن كلام فاضي لا أساس من الصحة، زي اجتماعات في إيطاليا، زي اجتماعات الدول التي تدعم في ليبيا وتم الدعم في ليبيا. هذه اجتماعات عبارة عن تلميع فقط للسراج محتويات أمريكا وأيضا إيطاليا. ويصفني جدا أخي العزيز وكلام على هو مباشرة أن السراج بدل ما يضع خلف علم ليبيا، يصفني جدا وضع خلف علم أمريكا وعلم ليبيا. أصبح هذه العلم راية الليبيين خلف وزير خارجية إيطاليا لكي يعيد الاستعمار لليبيا من جديد. هذه مما يدل دلالة واضحة على أن حكومة السراج التي لم تنت بعد، والمجلس الرئاسي هم اثنين، حكومة ومجلس رئاسي فاشل. نحن في مجلس النواب على الأقل كفتة السيادة الوطنية رافضين هذا المجلس الرئاسي وهذه الحكومة. نعم، أشكرك جدا السيد إبراهيم الزغيد من طرابلس، شكرا جزيلا. تستضيف باريس اجتماعا دوليا لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإحياء المفاوضات التي انهارت في محادثات إبريل عام 2014 والتي رعتها الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمد الله ثمن المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد يوم من انتقاده نظيره الإسرائيلي للمبادرة. استضافة باريس لاجتماع دولي لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعتبر مبادرة إيجابية، لاقت ترحيبا من الجانب الفلسطيني الذي اعتبرها بارقة أمل لإحياء المفاوضات التي انهارت في محادثات إبريل من عام 2014 والتي رعتها الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ثمن المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد يوم من انتقاد نظيره الإسرائيلي للمبادرة.
ندعم مبادرة السلام الفرنسية بما فيها مؤتمر دولي من أجل كسر هذا الجمود، ولكن كما تعلمون رئيس الوزراء الإسرائيلي